عاجلة. آخر الأخبار الهامة والمنوعة حدثت لهذا اليوم، يوم الأحد 27 من شهر العاشر 2024. مجلس القضاء يؤكد على وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابسة السجون الخاصة بالمحكومين فقط، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. العامري: باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق بكافة أشكاله. تحالف الناتو: التعاون مع العراق يقوم على مبادئ احترام السيادة والقانون الدولي والمنفعة المتبادلة. توجيهات من وزير الداخلية للسيطرات في بغداد والمحافظات: لا تخلقوا زحامات مرورية. مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يصل إلى محافظة أربيل بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة. الحكومة العراقية: جهودنا المتواصلة أبعدت البلاد عن التعرض للاعتداءات خطيرة ومحاولات العدو لجرها إلى دائرة النار. النائب عارف الحمامي: اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا لمناقشة جاهزية قوانين العفو العام والأحوال الشخصية من أجل إقرارها وعدم تأجيلها إلى جلسة أخرى.